الأسئلة السريعة، اتفضل. أبرز إنجازات مجلس إدارة الأهلي الحالي في السنوات الماضية كان؟ جماهيريا طبعا برونزية كأس العالم. حلم أتمنى تحقيقه للنادي في السنوات الأربعة القادمة؟ نكسب كأس العالم للأندية. أبرز حاجة لفتت نظري في منظومة الأهلي الإدارية هو؟ مؤسسة قوية جدا. الحصول على المركز الثاني في الأضواء خلال انتخابات 2017 كان مفاجأة للجميع بما فيهم أنا، صح؟ أنا اشتغلت زي ما أقول لك، اشتغلت أجري 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 لحد ما يتم نفسي 3-2. نسبة نجاح الخطيب في إدارة ملف كرة القدم في النادي الأهلي كانت كام في المية؟ 100%. أستقيل من مجلس إدارة النادي الأهلي فورا في هذه الحالة؟ أنا عمري، أنا ما دام خدت مسؤولية إن أنا أخش هكمل. لو ترشح المهندس محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكورة سندعمه كنادي أهلي. أي حد هيمسك اتحاد الكورة ويطور الشغل بتاعها في مصر بدون إملاءات خارجية وهيبقى قراره من دماغه هو، أنا أدعمه. وأعتقد المهندس محمود طاهر راجل رئيس النادي الأهلي السابق وراجل ليه يعني عقلية وعنده راجل أعمال، أعتقد هيبقى صوته من دماغه يعني. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. خلينا نروح لفاصل وأرجع لحضراتكم من جديد.